اتفق المختصون في الأمراض الوراثية في السلطنة على أهمية الفحص المبكر قبل الزواج للحد من الأعداد المتزايدة من المصابين سنويا بتلك الأمراض التي يكلف علاجها ثمنا باهظا ناهيك عن الفترة الزمنية الطويلة للعلاج. هذا ما حدا وزارة الصحة ممثلة بالمركز الوطني للصحة الوراثية بتخريج الدفعة الأولى من خريجي البرنامج التعليمي المتكامل للإرشاد الوراثي. هو حقيقة البرنامج التعليمي المتكامل للإرشاد الوراثي يشمل 9 وحدات دراسية متخصصة صممت من أجل تأهيل المرشد الوراثي بكافة العلوم التي من الممكن أن يحتاج لها أثناء عمله في الإرشاد الوراثي. حقيقة أحد الوحدات الدراسية كان عن متلازمة داون، واحد وحدات كان عن أمراض الدم الوراثية، وفي وحدة متخصصة كيفية تأهيل المرشد الوراثي بالمهارات اللازمة لإنجاح عمله. طبعا هذا البرنامج كان على مدى 16 شهر ولله الحمد والمنة، وتخرجنا اليوم بإذن الله راح نعمل على تطبيق كل اللي تعلمناه للمجتمع العماني من أجل زيادة كفاءة الخدمات اللي تقدمها وزارة الصحة. لغة الأرقام تتحدث عن تسجيل أكثر من 300 طفرة جينية وراثية في السلطنة تتسبب في أمراض وراثية مختلفة كأمراض الخلل الجيني الواحد التي تشكل 51% والخلل الكروسومي الواحد بنسبة 28%، أما أمراض الانقلاب الوراثي فإنها تشكل 21% من مجمل الأمراض الوراثية في السلطنة، كما أن هذه الأمراض تتسبب في وفاة الأطفال الخدج والأطفال حديثي الولادة بنسبة 10% والأطفال دون العامين بنسبة 38%، وهناك 51% من الوفيات للأطفال من الخامسة فأعلى. أمراض الدم الوراثية خطورتها تكمن في شيئين، أولا أنها منتشرة انتشارا واسعا بين العمانيين في السلطنة، فلذلك تمس شريحة واسعة من المجتمع، وثانيا للأسف هي ترافق المريض طيلة حياته. والحين مع تقدم العلم يوجد معنا الفحص الجيني، هو عن طريق لأطفال الأنابيب، كذلك نقوم بتقديم المشورة الوراثية للفحص ما قبل الزواج لأمراض الدم الوراثية والأمراض الأخرى. يأتي تأسيس وتنفيذ هذا البرنامج الأكاديمي عبر تطبيق منهج أكاديمي متكامل يعرف بالتدريب خلال الأداء الوظيفي لتأهيل وإعداد مرشدين وراثيين يقومون بتأدية خدمة الإرشاد الوراثي في جميع محافظات السلطنة. أرقام كبيرة من المصابين بالأمراض الوراثية في السلطنة والتي تشكل عالة على الفرد والمجتمع، لذا ينصح بضرورة الفحص المبكر قبل الزواج، فإذا عرف السبب بطل العجب. محمد بن ناصر الخليلي، محافظة